برت برت ما معك شيء ما معنا شيء ابو ناصر مطير والله ونعم ما في حليب والله ابو كله شويه ما بي توره توره بابا انت ما خليت لنا شيء كلش ها بعدنا ساعه يلا ايه المره المره تعالوا خلنا نتطمش عليهم ايش فيكم تعالوا يبا الحين الزرقاء ولدنا يروح دقيقه وين يبحث حقه عندنا الفطاير بعد شويه نعطيه عشان نروح احنا ونجيب له شويه يعني نجيب له وناخذ منه بعد ساعتين اي بعد ساعتين احنا نقول له هذا نقول له بكم بنجيب له اي بابا بعد 2 ساعه يقدر يجي انا في اكل واجد موجود يعطيه حق انت زين بابا يلا هذا عندك هذا مطاره خلي فيه حليب لا شويه مو مشكله زين بابا بعد 2 ساعه نجيك انا بطل هاتي بطل فيه خلاص بس ودي ودي تبي سوي صوره سوي صوره ها اي اي عنده بطل تعالوا خلي تطمن تعالوا والله ما تحصلون كذي بابا ما في شويه خبز 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 شويه هيا ما شاء الله لا قوه الا بالله عن شيء اي لازم شيء عن شيء هذول ايش اسمه يشربون حليب وعبوي ترى اي اي ويشربون حليب بس هذا مو نفي هذا فعلا اي هذا ذكر هذول النتاية هذول لا هذا اللي قاعد يعطيهم خبز هذول اثنين هم فحولة اي هذول فحولة ويتربطون تصدق ما ادري ليش يهج عليهم وعبوي تلقى حمل ويضربهم يعبسهم هذول حريف لا حتى احنا حتى ما يخلي هذا مو زين اي مو زين طبعا اشوف يربطونه ايه ترى حتى اذا يمشي بعبيد مربوط شوف شوف اليولا حتى ما يمشي مربوط عشان ما ياكل اي هذول النطاية هذول الازهار يا حليلك يا حليلك ماكو غيرك يا حليلك وماكو غيرك خشمك 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 يلا خشمك ترى يحب الخشب